Michael, Tunisians are impatient to see you performing in our Olympic stadium, so would you like to tell them something? Hello to the people of Tunisia. I'm coming to see you, inshallah, the 7th of October. I cannot wait. I love you all so much. Goodbye. Thank you, Michael. بعد الكلمة اللي كانت توجه بها مايكل جاكسون للشعب التونسي حبينا نعرفوا شنو يمثل هذا الفنان بالضبط بالنسبة للشباب التونسي شنو هي الحاجة اللي تشد الشاب التونسي في شخصية مايكل جاكسون حبينا نعرفوا كذلك مواضيع الأغاني اللي ترقلها مايكل جاكسون مفهومة ولا لا من طرف الشباب وصول الوفد الثاني لفريق مايكل جاكسون المتركب من التقنيين المسؤولين على الأضواء والصوت وكذلك الفنانين اللي باش يغنيوا مع مايكل جاكسون. There's a place in your heart and I know that it is love and place be much brighter than tomorrow and if you really try there's no need to cry in this place, but there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. And the world we once believed in, we will shine again in grace.
wrong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Hello. Hello. What's your name? Daryl Tennessee. You are a member from Jackson team, no? Yes. Okay, I saw you kissing the land of Tunisia. Why? Because I'm black American and we came to America as slaves from Africa. And so all my life, to come home for the first time to me. The motherland, Africa. Oh, it's very special. It is your first travel here in Tunisia? Yes, my first travel to any part of Africa. To any part of Africa? Yeah, so that's why it's special to me. How do you expect the crowd to be here in Tunisia? I don't know. Probably like the crowd everywhere is very excited, you know. Thank you. Thank you. البلد الإفريقي والعربي الأول الذي غنى مايكل جاكسون أمام جمهوره. غنى للصندوق الوطني للتضامن 26-26. غنى من أجل رسم ابتسامة على شفاه المحتاجين. مايكل أدرج تونس في برنامج رحلته العالمية الرسمي وقال إنها بلد سلم وتسامح تحظى فيه جميع الشرائح الاجتماعية برعاية خاصة. منين جيتوا أنتم؟ من مالطا. وعلاش جيتوا؟ باش نرى مايكل جاكسون. جمعة كاملة والوكاله متاعي في بريطانيا يطلبوا فيا باش تكون تغطية شاملة على مايكل جاكسون في تونس. لأن أول مرة يزور بلاد عربي هي تونس. مايكل جاكسون سي أن بو سبيسيال معناتها. جي برشا ناس صغار وناس الكل تحبوا وأغانيه والكليب نتاعو تعداو برشا في التلفزة وسمي بريمير في تونس. سي أن بون إنيسياتيف بور لا تونيزي سورتو بور لي توريزم بور الإنترناسيونال بور فير كونيتر لا تونيزي كي لي بيي. Vraiment tranquille pour le tourisme et pour cette manifestation. Et maintenant, je suis ici pour assister à ce spectacle de Michael Jackson. Et un événement très intéressant. Un beau pays. Surtout pour ça que je suis venue. Pas pour le concert, mais surtout pour venir ici, pour la connaître un peu. He dashed them.
شاهدتوا مايكل جاكسون زي؟ وي صدقت تحفون برشا. شنو شعوركم؟ شعور بالفرحة وبالحرة بالفرحة بالفرحة كراني فرحة برشا Thank you.
Right. وصلنا اليوم إلى يوم 7 أكتوبر 1996 الحدث مايكل جاكسون في الملعب الأولمبي بالمنزه. أجواء الحفل في هذا الريبورتاج. شو تشعر وانت توا في الملعب الأولمبي بالمنزه باش تتفرج على حفل مايكل جاكسون؟ والله ايش مش يقول لك، حفلة كبيرة ياسر ومعناها فرحان ياسر أنا بالحاجات هذه. ولي أول مرة معناها يجي مايكل جاكسون، معناها فرحان ياسر. انت حاليا في الملعب الأولمبي بالمنزه باش تتفرج بعد ساعات على حفل مايكل جاكسون، شو اللي تشعر قبل الحفل؟ قبل الحفل نشعر نشوف في حاجة، شيء غريب، حاجة كبيرة ياسر، من تجهيزات من تقنيات من شيء غريب، معناتها اللي الواحد لأول مرة باش يشوفه. قالك مايكل جاكسون يقبل يغني لفائدة صندوق تضامن 26-26. هذه زيد تثبت حاجة كبيرة أكثر ما تصور في بالك. هذه وأنت؟ هذه الحاجة اللي خلتنا نجو وخلتنا باش نفرجوا فيه. كلها ماشي 26-26. تعطي حتى بعد آخر للبلاد. وبارك الله فيه على فكرة. فهمتني؟ حتى بعد للبلاد تعطي بعد برياسة. أمور تضامن وكل شيء. بالنسبة لجايين وتونس الصندوق 26-26 حاجة كبيرة تسمى بالنسبة لتونس، وما تنحبه على خاطره ارتيست، بلا خاطره ارتيست كبير. هو حدث كبير 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 ياسر ياسر، كيما قبل كيما قلنا أميتنا وبيتنا يجيو لأم كلثوم وعبد الحليم، احنا مايكل جاكسون. وانت؟ ابن ما كناش نتوقعوه بالكل، حاجة كبيرة برشا و أنا باغاتي تو سامبلومون، و جيسبيغ اللي الحفلة تعدى بالكدا. قولك مايكل جاكسون يغني من أجل صندوق التضامن 26-26. حاجة باهية برشا بالكدا، يعطي الصحة وكهو. وانت؟ والله شنو نقول لك على مايكل جاكسون، فريمون جيست كبير برشا اللي عملوا هذايا. حدث كبير برشا وشرفني زاد كتونسي وكعربي مش يجي لتونس، هضر بلاد سلام ويسمع ليها كان خير. قدومه شيء كبير لتونس، وان شاء الله يجيو فنانين كيفو هكا ديما لتونس. شنو قولك في حركة مايكل جاكسون اللي قبل يغني لفائدة صندوق التضامن 26-26؟ حركة نبيلة ياسر، ما نظنو معناها حاجة كبيرة ياسر، ما نتصوروا ما كناش نتصوروا فيها كتوانسة وكبلد افريقي. قد ايه عندك تعيش في المانيا؟ عندي 16 سنة. 16 سنة؟ هذوما اولادك؟ هذوما اولادي. جاوا باش يتفرجوا في الحفلة؟ جاوا هما عندهم فاكونس تاع دو سمان، في بناش بمايكل جاكسون، عدينا اون سمان في المانيا، ومن بعد وقت شفنا الريكلام يعني في على مايكل جاكسون ولينا قاسين. مين اللي دوا في المانيا؟ في المانيا معنا بارابول، نجبدوا تونس ونتفرجوا عليها. هذوما ولاو يتبكاو يعني مايكل جاكسون يحبوا يشوفوه في تونس، يعني في وسط بلادهم، كنا نجموا نمشيو له لهولندا يعني قريب، اما احنا حابين نشوفوه في تونس يعني في وسط شعبنا. انت شو اسمك؟ وحيد فاهم. قد ايه عمرك؟ 14. شو قولك في مايكل جاكسون في تونس؟ باهي تحفونا تحفونا. تونس كسبت رهان تنظيم الحفل. نجاح الحفل كان باهرا ومشهودا، تقف وراءه قدرات تونسية وكفاءات تنظيمية برهنت مجددا وخلال هذه المناسبة على ما تتجلى به من روح التفاني والإخلاص والمسؤولية في ضمان حسن التنظيم واستتباب الأمن، خاصة وأن التظاهرة تعد الأولى من نوعها إفريقيا وعربيا. احتياطات أمنية وتعزيزات طبية مكثفة وقدرة فائقة من رجال الأمن وفرق الإسعاف والمنظمين للسيطرة على كل موقف قد يطرأ ويخل بنظام الحفل. هذا العرض سيدعونا لاحقا إلى المحافظة على هذه الصورة الناصعة لتونس العهد الجديد، تونس الجمال والذوق الرفيع والتضامن والتسامح، فهنيئا لنا جميعا بهذا النجاح. You're back to beauty.
حولك في الحفله؟ تحفونا ياسر عجبتني. شنو الحاجه اللي عجبتك في الحفله؟ مايكل جاكسون احسن حاجه. وانت كيفها؟ شو كيفها؟ شنو احسن حاجه عجبتك في الحفله؟ لا هنايا غنيه التكنولوجيا في الحفله اللي عجبتك. شفت حاجه شفتها؟ السبيكتاكل تاعو ياسر دلوش روعه. هذه واحد يتمنى فيها طول عمره اللي جات لي دي. الحمد لله بفضل ربي وهذا بفضل سبع من نظام اللهم صل على النبي. بالضبط. شنو اللي عجبك؟ مايكل جاكسون. وشنو هي؟ والنظام. والنظام. اخلع اكثر من اللي كنت تصور. اكثر حاجه شدتك في الحفله؟ كل شيء. كل شيء. لازم نكلمك. It was wonderful. What do you appreciate the most in the show? I think his dancing and his singing and the dancers, the whole thing was just truly wonderful. You come in Tunisia especially for the show? Yeah. لقد بكى مايكل جاكسون وهو يحيي حفله الساهر في تونس لفائدة صندوق التضامن 2626. مايكل تذكر ظروف نشأته القاسية، فكانت لحظات مؤثرة جدا في هذا الحفل الأسطوري ترابط فيها التضامن المعنوي والوجداني بالتضامن المادي والمالي في أسمى معانيه وأجمل صوره، مجسما هكذا حقيقة رسالة الفن وأدائها الجيد. Michael Jackson is great. I thank you very much for the attendance you have done to our country. We are very proud that he's here, okay? Michael, oh, thank you very much. Just one. The operation to all. Michael, 24 hours after the show, what are your feelings? I love the people of Tunisia very, very much.